نعم، لان ما دام جاري قلت هو المفزع الاول ليه؟ لأول ما بقول يقول يا فلان، ما حدش وياه من اهلي او نعم بقول يا فلان يعني الجاري، ولمدى الصوت لسبع جار اقول، ما لقيتش حد بقول ايه ياهو يعني ياهو يعني ما فيش الا انت بقى، ما حدش اسعفني. يبقى انت اللي ايه ما دام الجار بهذا الشكل، يبقى هو اللي مطلع على عوراتي، وهو المفزع لي عند شدائدي، خلاص، وهو المواجه لي في كل حركة من حركات حياتي سارة أو مسيئة. يبقى لازم أعرف ليه، لأنك أنت إذا أحسنت جوار جارك هو مطلوب منه أن يحسن إليك أيضا. نعم. يبقى أنت خدت إحسان من هنا وإحسان من هنا. نعم.